أنا الملازم أول محمد حمود من مرتبات الفرقة 11، وهذه هويتي. أعلن انشغالي عن الجيش الأسدي أنا وفصيلتي وانضمامنا إلى الجيش السوري الحر في ريف حماة وفي كتيبة الحق، وذلك للأسباب التالية: تحول هذا الجيش من حماية الشعب إلى حماية الأسد وآل مخلوف، قتل الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ، انتهاك الحرمات وخصوصا أعراض الناشطين، ونهب بيوتهم وأحراقها على يد الشبيحة وميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وذلك تحت حماية الجيش، والنصر لشعبنا الأبي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.